حيوانك ايغا ايا قدها مقالة بربرا بمدويكي ودن بيه كسو بدن ايه اساقو ادكو اركيسو حيوانك اسي ايغا او قدها مقالة بربرا ايو لاميه ده سي توسو امرايا اما ساقو حراركا مهرده ايه قدارد سوقي ده مقالة ده چيفا حيوانك اسي ايغا ايا بدنانتي ساسي وحا اي سببتاي اينا او عنو دادك يريار ايدلين يرده ايه لوسو دلو اسكولة ده ايه ولما ملعامة ده ايه دادك واوين قاركود ايه واييلك اه toddobaadkan gudihiisa ayaa sida uu telefishanka Star TV ka warhelay waxay eeydu ku cuneen gudaha magaalada Berbera saddex qof oo ka mid ah dadka ku nool gudaha magaalada Berbera halka saddexdaasi qof ka mid ah uu dhintay dhaawacyadii ay soo gaartay laba ka mid ahna la soo gaarsiyay dhaawacyadooda isbitaalka degmada ee magaalada Berbera mid ka mid ah dadkaasi uu cunay oo ah kii ugu dambeeyay ee maanta eeydu ay ku cuneen bad ka mid ah badaha magaalada Berbera isaga oo ku meedhanaya اسماعيل ديري مرنوا من المستشفى طواح على الشيء إن حيوان كئيب هيكون صور رام بدل مجال ده بالبرم كم إذا صور كنت بعلم يا لعدة عصية يعني عبد اسماعيل ديري هو رسول طوما يسيد أول على هي كل جاي على ده أيام سيد بدل كسر مره بدك هو أي صور في أشرية تونك كوهن طب أدنى حاجة بدل أيام دبوا قصر بس طب أدنى مركي بدل قاعدين الأول ما يقدر فين ويجا حوك فرنا ده وان داي متبقى عن أيوه كبسطي هردي أيان سكين قوي لا بديلا ده بعدنا بدي لانك كسيس كان ويسير صوت على بدي إلى ينو غرسوميين ويدبس عليه ليش أنا تتساءل من مرينين إن أنا كنت هاجم تكت كلونك أيام مرينا الله هذي وريك أي أكتي نقول عنه يسوع كبقوية أنا بوك على هذا فلو أنا بدك تشرين ألك يتبين أيا عسكرتي تني أي ذي كليري إنه كانوا حنا الله استطال كبربرة هذا بنا نور أحسن هاي كعم بافر من عربي جي هلا مرعين هو يبي القضان إن بركة استطال خيم خروف كذا دوين تين لقي عليك تين لقي بركة شيء استطال كاسف يا عم بافر تلاقي شيء تاني بيجوش ما لقي سمي إن والله ما يدري سنتي والله ما يدري لكن يربطني لوب هنا تاتنا بربرة ولا قال لي هاي marka in awoodna ma lihiin waan ku raadiyo marka de hadii cid ilaahay ii bixiyana ahsan hadii kale ilaahay gabal ka shareey ka hor go'so waxaan ku midahay nurse ka oo ga shutaaf ninka saaka markii loo keenay soo dhiibay ayaan loo keenay labada muruq ayay mudan sanad baa fiirayay nikaa waxaan qoonay wax qabal farabadan waan murfoor waan dhaynay iyo toojibaar ku midnay waxaan seenay tii qaraa وكانت هناك مدينة 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 م